شنو هي العمليه اللي تقوم بها؟ العمليه اول حاجه حنايا عملنا هذه العمليه باش نساعدوا المواطنين باش ما يكونش مشكل. كاين انسان قاري وكاين انسان ما قاريش، كنعملوا هذه العمليه باش كنسهلوا عليه. كنعملوا نمره البطاقه الوطنيه ديالو ديال التعريف، تم كيطلع الاسم ديالو الاسم العائلي، وكنعطيوه النمره ديال المكتب صام كي دار التصويت ديالو. كيف كتشوف الاجواء ديال الانتخابات هذه السنه هذه؟ الاجواء مزيانه والناس المواطنين توعوا باللي خاصهم زعما الانتخابات والتصويت واجب وطني، الناس توعوا اكثر من سنوات اخرى. طيب علاش صوتي؟ شنو اللي خلاك تصوت؟ صوت باش يكون المغرب ديالنا افضل. صوت باش ان شاء الله نشوفوا البلد كتحسن وكذا، فهمتي؟ ما يبقاوش يشوفوا راه دايرين بها بزاف. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. صوتي؟ لا مازال، عاد غنصوت دابا. كتصوت اول مره كتشارك في انتخابات؟ لا سبق لي شاركت السنوات الانتخابات اللي دازوا من قبل. كيف جاتك انتخابات هذه السنه مقارنه مع السنوات الماضيه؟ ربما هي سنه انتخابات مرحله جديده، ربما مجموعه من ديال التغيرات اللي طرات في المغرب، كاين مجموعه ديال الاصلاحات، كنظن على اساس ان الناس غادي تصوت بكثافه غيكون التصويت بشكل جيد ان شاء الله يا رب. نتواجد الان في مدرسه الابن العشير التي ادلى بها مرشح على حزب الاستقلال وكيل لائحه مقاطعه السواني سي عبد السلام 40. سي عبد السلام، كيف كتشوف اجواء الانتخابات في هذه الصبيحه هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الصبيحه ديال يوم الجمعه ان شاء الله نهار مبارك، ان كاين الاقبال، شفنا ان في جميع المناطق ديال المكاتب تسو كاين الاقبال الجماهيري. كاين واحد شويه مشكل، الناس اللي ما واعيينش ما كيعرفوش بالضبط فين غادي يصوتوا، ولكن كاين المساعدات الحمد لله، ونتمنى ان شاء الله يدوز هذا النهار بخير وعلى خير، ونتمنى ان شاء الله المواطن يقول الكلمه ديالو في الانتخابات الانتخابات ديال هذه المره ان شاء الله. صوتي؟ صوت نعم. اول مره كتشارك في انتخابات؟ هذه ثالث مره، ولكن هذا كيف جاوك الاجواء ديال انتخابات هذه السنه؟ العام هذا ما عجبنيش خاطري، ما عجبنيش الحال. علاش؟ شنو اللي ما عجبكش؟ جيت بلا كارت ناسيونال، قال لك مشي شوف الطابلو، شوف النمره، شوف هذا، الناس ها هما عباد الله كلشي هنايا مبلوكي هنايا، ما عرفناش هذا الشيء، هذا ما كاينش النظام، ما كاين حتى شي حاجه، هذا الشيء اللي كاين. طيب ما نعرف، طلع لي الدم شي شويه، عاد قلبوا لي تما، عاد جبروا لي النمره ديالي. في الطابلو كيقول لك مشي شوف الطابلو، النمره ما كايناش في السميه، ما كايناش في الطابلو. صوتي؟ ضروري نصوت. أول مرة كتشارك في انتخابات؟ لا دائما كنشارك في انتخابات. كيف جاتك الأجواء السنة هذه؟ مزيانة، كنشوف الأجواء مزيانة الحمد لله. على ما صوتي؟ لا ما يمكنش، هذاك خصوصية ديالي، ما يمكنش نجاوبك على هذا السؤال. معنا في هذه اللحظة وكيلة اللائحة النسائية لحزب الأصالة والمعاصرة التي أدت بصوتها في هذه الأثناء شمس الضحى المساوية، مرحبا بك. مرحبا بكم. طيب شمس الضحى، كيف كتشوف الاجواء الانتخابيه او عمليه التصويت، خصوصا اننا ما زلنا في الساعه الاولى من الصباح؟ كنشوفوا كنلاحظوا باللي الاجواء جد هادئه وعاديه الحمد لله. يمكن انا كنظن باللي بعد صلاه الظهر غتكون غيكون الاقبال اكثر، وعلى حسب التواصل ديالنا مع المواطنين والمواطنات لاحظنا باللي الحمد لله ما بقاش داك العزوف عن التصويت، يعني الناس عندهم اهتمام اكثر وفهموا بالاهميه المشاركه في التصويت وخصوصا النساء. كما رايتم خلال استطلاعات الراي بعض المواطنين، فهناك اجواء جد عاديه وهادئه تبشر على ان هناك انتخابات ستكون في مستوى التطلعات دستور 2011 ان شاء الله.